أعلنت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أنه بموجب التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في ملف خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تم مؤخرا دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة مع النسخة المطورة لبطاقة الهوية، وذلك بطباعة نوع الإعاقة على بطاقة الهوية للشخص المعاق، حيث سيسهم ذلك في تيسير شؤون هذه الشريحة من المواطنين واستفادتهم من كافة المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لهم. وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي أن تزويد شريحة الهوية الإلكترونية ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد نوعية الإعاقة لديهم من شأنه أن يغنيهم عن إصدار بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها الوزارة. وأكدت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطبيقات الحديثة في مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية والتيسير على هذه الفئة، موضحة أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن بإمكانهم تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم بالنسخة المطورة.